السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم باش نحاولوا في الفيديو هذه نتكلموا كيفاش نحاربوا الإسلام. احنا نعرفوا ان الإسلام والمسلمين على جميع أنواعهم يحاربون على جميع الجبهات، يحاربون عسكريا، يحاربون سياسيا، يحاربون اقتصاديا، ويحاربون اجتماعيا، ويحاربون ثقافيا وفكريا. إذن القول إن الحرب ضد الإسلام هي عسكرية هي فكرة خاطئة، لأن وصول الإسلاميين إلى رفع السلاح والقيام بالعمليات الإرهابية الإسلامية هي نتيجة قاعدة حذرت لهذاك الكل، وهذه القاعدة اللي تقوم عليها الجناح العسكري هو ما يسمى بالجناح السياسي، هي الحركات الإسلامية على جميع أنواعها، سواء التي تدعي أنها تؤمن بالحرية والديمقراطية أو الحركات المتشددة الإسلامية مثل الأخوان المسلمين ولا غيرهم من الحركات. وهنا مانيش نتكلم على مستوى السنة فقط، وإنما على مستوى السنة والشيعة. يعني العمل السياسي سواء لإيران والتغلغلات متاعها في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي جميع الدول العربية الإسلامية بين قوسين، أو ما يسمى بالحركات السنية على جميع أنواعها سواء النهضة في تونس أو العدل والإحسان في المغرب أو الإخوان المسلمين وكلهم أو حزب التحرير، كلهم هذوما هما القاعدة الأساسية للإرهاب. إذن محاربة الإرهاب الإسلامي لوحده لا يمكن، لأن الحركات الإسلامية هذه كلها هي تعطي الأشخاص باش يوليوا إرهابيين وباش يقوموا بعمليات إرهابية، سواء كما وقعت في تونس أو في فرنسا أو في الدنمارك أو في إسبانيا أو في إنجلترا أو في أمريكا أو في الجزائر أو في ليبيا أو في سوريا أو في أي منطقة في العالم. إذن لا يمكن محاربة الإسلام عسكريا فقط، بل يجب محاربته عسكريا وسياسيا، ولكن لا نتوقف عند هذا الحد، لأن الحركات السياسية هذه وراها قوة اقتصادية، والقوة الاقتصادية هذا دعم مادي، فهمت، بأموال البترول سواء من دول الخليج، قطر والإمارات والسعودية أو إيران والعراق وغيرهم من الدول اللي عندهم الأموال وعندهم الإمكانيات باش يدعموا هذوما الحركات. إذن هنا الحرب لا تتوقف على عسكريا فقط، ولا تتوقف على سياسيا فقط، ولا تتوقف على اقتصاديا، بل تتعدى ذلك، تتعدى ذلك إلى الحرب الاجتماعية، لأن المجتمعات متاعنا في الدول متاعنا أو المسلمين اللي موجودين في الغرب في أوروبا، هؤلاء التربية الاجتماعية متاعهم ما يسمى بالمساجد، مخالطة المساجد، هذا الكل يدعم القوة السياسية والاقتصادية، سواء بالزكاة، سواء بالخمس، سواء بغير بالتبرعات المالية. يعني التكوين الاجتماعي تاع مجتمعاتنا أو تاع المسلمين الموجودين في الغرب يقوم على دعم هذا الاقتصاد ودعم هؤلاء الحركات الإسلامية. إذن الحرب هوني ولات معناتها تقريبا على جميع الجبهات، لأن تكوينة الأسرة وتكوينة المجتمعات الإسلامية هي تكوينة تدعم وتوصل للإرهاب. عندما نشوفوا معناتها التربية اللي موجودة في المجتمعات متاعنا، وسائل الإعلام، الجرايد، الناس شنو تحكي في القهوة، كلهم عندهم الفكر اللي ينطلق من الفكرة الأخيرة هو ما يسمى الإسلام الفكري الثقافي. هذا الإسلام الذي يعتبر نفسه هو الحقيقة المطلقة، وإن كل ما هو غير مسلم يعتبر كافر. انتم شوفوا العملية اللي وقعت في تونس أخيرا، يعني نص الشعب التونسي يقول لك بول عليهم كفار ماتوا، شم جايبهم هوني. إذن
الحرب ضد الإسلام ليس عسكرية فقط، وإنما عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية. لا يمكن أن نقضي على الإرهاب الإسلامي بدون القضاء على هذه الحركات التي تمد هؤلاء الإرهابيين. وانت تشوف كل الإرهابيين اللي تشوف فيهم توا كانوا ينتمون إلى حركات إسلامية يسمين أنفسهم يعني معتدلين. ونشوف الحركات الإسلامية الزخم المالي سواء من أموال الزكاة والخمس والأموال الذي يأمر الإسلام في العقيدة متاعه أنهم يدفعها. ونرجع المسألة ما يسمى الحياء الاجتماعية، كما الذبح في عيد الأضحى، كما رمضان، كما يوم الجمعة، كلها هذه تعمل مخزون باش تخلي الإنسان فكره حربي ولو حتى هو يدعي أنه متفتح. ثم نصل للفكر الإسلامي، تعاملهم مع المرأة، تعاملهم مع الغير المسلمين، تعاملهم معناتها مع الأشخاص الآخرين، نلقاو التركيبة كلها. إذن محاربة الإسلام يجب أن يكون على جميع الجبهات، وكل واحد مهما كانت عقيدته، لأن لازم تفهموا حاجة، اللي الإسلام راهو إيديولوجية كما قلت في الفيديو اللي قبل هابي، راهو إيديولوجية معناتها لا تؤمن بالتعددية. يعني نشوفوا احنا معناتها الآيات القرآنية يعني بالعشرات تأمر معناتها الأرض لازم يرثها المسلمون، ولا قاتلوا الذين كفروا فهمت في أي مكان، وغيرها من الآيات التي تطلب من المسلم أن يحارب لكي يسيطر على الأرض لكي تكون الأرض كلها لله. هذا الفكر الإسلامي سوى الإرهابي أو السياسي أو غيره أو المعتدل ولا غير المعتدل، حتى هذوما ما يسميه روحهم معتدلين كما القرآنيين وغيرهم وغيرهم وغيرهم، هم علاش في الحقيقة يعني يجي يقول لك معناتها هذاك حلال والخمر حلال وكذا حلال، يعني يحاول باش يسهل الإسلام، باش يحاول يكسب أكثر أشخاص باش يدخلوا في الإسلام، وباش يؤثر على الأشخاص اللي يفكروا أنهم يغادروا الإسلام. يعني أي واحد يجي باش يغادر الإسلام هؤلاء يستقطبوه ويقولوا له ما تغادرش الإسلام وأبقى ضمن الأمة، لأنهم يعتبروا رواحهم هما كيان كامل. فهمت؟ كما معناتها يقول الحديث، معناتها فما حديث معناتها اختلاف أمتي رحمة، يعني هذا الاختلاف هو مسموح داخل المجموعة الإسلامية رغم الخلافات من بيناتهم، ولكن يبقوا في إطار إقصاء الآخر، إطلاق على الآخر الكافر. صحيح معناتها هذوما اللي يسميون أنفسهم يعني معتدلين يقول لك لا ما عندناش الحق نكفروا، ولكن يستعملوا مصطلحات أخرى، فهمت؟ باش يجعلوا الآخر على باطل وهما على حق. إذن هوني الحرب ضد الإسلام هو واجب إنساني على كل إنسان يؤمن بالحرية ويؤمن بالتعددية ويؤمن بالإنسانية ويؤمن بالاختلاف مهما كانت عقيدته، سواء كان مسيحي، سواء كان يهودي، سواء كان بوذي، سواء كان ربوبي، كلهم الإسلام ضدهم، الإسلام عدو الجميع. إذن هؤلاء يجبهم كلهم يتحدوا، وعندما نقول يتحدوا مش يتحدوا ضمن منظمة، لا، لازم كل واحد يقوم بالواجب متاعه، المؤسسة العسكرية تقوم بالواجب متاعها، الحركات السياسية تقوم بالواجب متاعها، الجمعيات الاجتماعية تقوم بالواجب متاعها، الشركات والأصحاب الأموال يقوموا بالواجب متاعهم باش يدعموا هؤلاء الذين يحاربون في الإسلام. وأخيرا هو ما يسمى الحرب الثقافية. راهو معناتها الحرب ضد الإسلام يعني من أول الإسلام وهي فما حرب. صحيح فهمت، المسلمين انتصروا على هؤلاء وقتلوهم وشوهوهم وردوهم معناتها منبوذين، ولكن خلاو فكر موجود، لكن هذا الفكر مع الأسف غير منتشر. يعني النقد للإسلام ما هو جديد، من أول ظهر محمد هناك نقد لمحمد وللإسلام، ولكن
افكارهم ما هيش توصل للعامه، ما هيش توصل لعامه الناس. علاش؟ يعني فما فكر احادي، كان الاسلام فقط على اختلاف انواعه فما كان الاسلام. اذا هنا فما تقصير في الوقت الحاضر ما يسمى باللادينيين او حتى المسيحيين واليهود وغيرهم من ديانات، حتى البوذيين حتى الهندوقيين كلهم، هناك تقصير كبير في نشر المعلومة لمواجهة هذا الفكر، لأن هذا الفكر متكامل. الفكر الإسلامي فكر متكامل، لا يؤمن بالحرية، لا يؤمن بالديمقراطية، لا يؤمن بالإنسانية، يؤمن بما يسمى شرع الله على اختلاف أنواع كيفاش يشوفوه هذا شرع الله. ولكن احنا عندنا هنا مجموعة بتاع شرع الله وشرع الإنسان الإنساني، شرع الله الهمجي، شرع الله المجرم، شرع الله المتكبر الجبار القاهر الماكر، وشرع الإنسان الرحمن الرحيم. هنا زوز قوات. ما فماش واحد يجي ساعة واحد يقول لي أنا ما نجمش نظهر روحي. راهو كل إنسان ينجم يقوم بالواجب نتاعو. احنا توا مثلا في العالم العربي الإسلامي بين القوسين أخيرا ظهروا، سواء في مصر، معناتها في مصر معناتها كيما مصري ملحد، كيما إسماعيل محمد، كيما حرقان، كيما غيرهم. في تونس زادة حتى عندنا جلال بريك، الهش، راس الغول وغيرهم. في الأردن ظهروا بعض الأشخاص، فهمت؟ في العراق كيما القبنجي، في مصر كيما القمي، وفي كل منطقة، في كل منطقة يعني تقريبا المناطق اللي فيها أكثر تحرك هي مصر وتونس والمغرب والأردن وشوية العراق والسعودية. السعودية موجود هناك شخصيات، يعني نعرف القصيمي قدش كتب من كتب، ولكن هل فكره يوصل؟ إذن لازمنا نفهم حاجة، إن المشكلة ليس في المادة التي تنقد الإسلام، موجود، تم نقد القرآن كليا ونقد الأحاديث وتعريف بحقيقة الإسلام وإجرامه. هناك من أول التاريخ كتبوا ونقدوا هذا الفكر المدمر وحذروا منه، ولكن مع الأسف الطبقة اللادينية أو الطبقة التي معناتها تعتبر مهددة من طرف هذا الإسلام، سواء كانت الأديان الأخرى أو المعتقدات أو الأحزاب، لا تقوم بعملها للنشر، نشر هذه الأفكار. ولهذا معناتها كثير معناتها يطلعوا ويتكلموا من بعد ما عادش نلقاوهم. علاش؟ على خاطر لم يتم دعمهم. شوف هذوما علماء الجهل والتخلف كيف يتم نشر أفكارهم. يعني المسلم بدون أن يفكر يبدأ ينشر في أفكارهم على الإنترنت، في المجتمع، في بكل الوسائل، في وسائل الإعلام. احنا ما عندناش وسائل الإعلام، احنا مع الأسف إلى هذه الساعة تم منعنا من وسائل الإعلام، سواء في أوروبا فبتدعي الحرية لأنها لا تريدنا أن نتقدم. أعلم أن الغرب وأوروبا، نتكلم عن الحكومات وعلى السياسات وعلى الشركات هذه الأجنبية، لا تريد أن احنا نتخلص من هذا الدين، لا يريدونه. لماذا؟ لأن باش نوليو ننافسوهم في الإنسانية، لأن باش نوليو نتعاملوا معاهم بالمثل. إذا هما ماذا بيهم نبقاو في الإسلام؟ هذاك علاش فرنسا، بريطانيا، أمريكا، ألمانيا ما تسمحناش باش نتكلموا، ما تسمحش للادينيين واللي ينقدوا الإسلام باش يتكلموا وباش يعرفوا حقيقة هذا الدين المجرم. أما في دولنا حدث ولا حرج. عندما يظهر واحد ملحد، ظهروا معناتها أخيرا بعض الملحدين، الإخوة الملحدين في مصر، يعني يحاولوا باش يشوهوهم، حتى في تونس يحبوا يظهروهم، يعني المذيع يجيبوه باش يحاول يهينهم، باش يحاول يظهرهم مرضى نفسيا، باش يحاول يظهرهم مجانين عقليا. إذا ليس لنا أي وسيلة. الإعلام سكر علينا، خاطر الإعلام تابع منظومة كاملة عالمية تريد أن العالم الإسلامي يبقى متخلف ويبقى مسلم ويبقى منحط ولا ينافس الغرب في حضارته. ما يحبوش أشخاص وطنيين، هما ما يدعموا، ما يعطيوا الكلمة في التلفزة إلا للأشخاص اللي موالين ليهم، واللي يحبوا الدول متاعنا تخرج من الإسلام باش تولي عبدة
وتعطي الثروات متاعها للغرب، كما نشوفوا مثلا نداء تونس ولا كل الحكومات، سواء في الجزائر سواء في المغرب سواء في مصر، كلهم سواء في السعودية، يعني كلهم هذوما اللي يدعون يحاربون في الإرهاب، هما لا يحاربون في الإرهاب، هما يحاربون في مصالح الغرب من أجل مصالح الغرب. أما الإسلام الحقيقي والفكر الحقيقي اللي موجود متغلغل مخلينه، يعني هما المهمة متاعهم هو ترك المجتمعات بتاعنا في الإسلام، على خاطر يعرفوا، فهمت، وقت يخليوهم في الإسلام هم مش يطالبوا بحقوقهم الوطنية. كل الحكومات، كل الحكومات من المغرب إلى باكستان كلها حكومات عميلة للغرب وليس وطنية، وليس لها ذرة من الوطنية، لأن لو كانت وطنية لحررت شعوبها من الفكر الإسلامي الذي يجعلها مستعبد. يجي يقول لك مثلا نداء تونس والحكومة التونسية توا العسكر والجيش وكذا، مش هذاك محاربة الإسلام. محاربة الإسلام تحاربوا في البرامج الدراسية، أنك تسمح للادينيين باش يتكلموا في الإذاعات. الغرب لو كان يحب يحارب الإسلام يحارب يسمح لنا نحن باش نتكلموا، احنا في الغرب ما عندناش كلمة. إذا بقى لنا حل واحد، أن نفرض رواحنا بالقوة، ولا يمكن أن نفرض رواحنا بالقوة إلا لما نوصل للجماهير، ولا يمكن أن نوصل للجماهير في هذه الساعة باش نجبروهم باش يخلونا نتكلموا هو العالم الافتراضي، انترنت، فيسبوك، يوتيوب، رغم الإغلاقات للصفحات بتاعنا والإغلاقات للقناة بتاعنا، فهمت؟ رغم هذاك الكل لازمنا نشدوا صحيح. وهنا مهمة كل إنسان ينجم يعمل فيديو، ينجم يعمل غناية، ينجم يكتب مقال، ينجم ينشر حاجة. يعني شوف 80% ولا 70% من الصفحات بتاع اللادينيين على الفيسبوك شنو تتقاسم وشنو تبرتاجي؟ هاي تبرتاجي لي في غناء، هاي في موضة، هاي في درا شنو. توا احنا وقت هذاك، توا احنا في حرب ضد فكر مدمر. علاش انتوما يعني نجيو نشوفوا فما اشخاص يتكلموا كيما مصري ملحد، كيما محمد اسماعيل، يعني اللي العمل نتاعو جدا جبار ويعطيه الصحة، فهمت؟ ولازمنا نعرفوا. انا هذاك علاش نفكر باش نعمل فيديوهات باش نعرف بكل الناشطين سواء في مصر سواء في تونس سواء في المغرب سواء في الاردن سواء في السعوديه، لازمنا نحاولوا نعرفوا بهم. وعلى كل انسان عنده ذره من الانسانيه ان يوزع هذه الفيديوهات، يوزع هذه المقالات، مش يسمع ويتعدى، لازم يعمل لايك ولازم يوزع، هذا واجب. لازم الصفحات نتاعهم الكل تتعبى بالفيديوهات. علاش؟ على خاطر انتوما يا عامة اللادينيين بصفة عامة أو المسيحيين أو غيرهم، انتوما اللي تخليوا الكلمة متاعي والكلمة متاع ملحد مصري محمد إسماعيل وحرقان وغيرهم 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 توصل لعامة الناس. لازمكم تعملوا عملية كسح كامل لأجل نواجه هذا الفكر اللي هما قاعدين يعملوا في عملية كسح نهار الكل، غير حتى الملحدين يوزعوا في الأشرطة متاعهم، صحيح يتمنيكوا عليهم يعني ويسخروا منهم، فهمت، ولكن يكفيوا. لازمنا نهملوهم هؤلاء ما وصلوش حتى مرتبة الإنسانية، مازالوا بعاد على الإنسانية. إذا هنا نوجه دعوة إلى كل ملحد وإلى كل ديني وإلى كل ربوبي وإلى كل مسيحي وإلى كل بوذي وإلى كل يهودي وإلى كل من الإسلام عدو له، لأن الإسلام عدو الجميع، أن ينشر ويوزع الفيديوهات والمقالات والعبارات والصور والغناء على صفحاتهم في فيسبوك وأن على اليوتيوب وعلى تويتر وعلى كل ما يسمى الشبكة الافتراضية الانترنت. نظن الفكرة واضحة، وانا باش نحاول نهار لحد نعمل فيديو خاص باش نتكلم عليه في موضوع معين، ثم باش نحاول نعمل فيديوهات باش نعرف كل مرة بهؤلاء اللادينيين سوى من عبر التاريخ الى هذا اليوم، ونحط الروابط متاعهم باش
اي واحد يوزع افكارهم وينشرها، لازمنا نعملوا غزو كامل. ارجو يعني ان الفكره وصلت، وارجو ارجو 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 ان كل ديني وكل واحد يرى الاسلام خطر، لان الاسلام راه باش يذبحنا واحد واحد، ان نكتسح العالم الافتراضي لكي يمكن لنا ان نوصل الى وسائل الاعلام، وعندما نوصل الى وسائل الاعلام رانا باش نوصل للمجتمع، وباش يعرف الانسان العادي المواطن العادي اللي ماهوش فاهم حتى شيء عن اسلامه يعرف الاسلام شنو، ونخيروه من بين شريعه الله الاجراميه وشريعه الانسان الانسانيه. وهكذا انا متاكد اللي اغلبهم سوف يتبعون الانسان، لان الوعي عندهم رغم انهم يعني ما يعرفوش كيفاش يختاروا. عندما نوجه لهم فكر اجرامي الهي وفكر انساني، حريه وعدم حريه، كرامه وذل، انسان وعبد، وقت نوجه لهم زوج حاجات هذوما الانسان بالمنطق نتاعو يختار الطريق الصحيح. لكن المشكل ان المسلمين مع الاسف عمين، ما يشوفوا كان جهتهم فقط، ما همش يشوفوا بقيه العالم، يعني منعزلين كليا على العالم. اذا هذه الفيديو هي مقدمه باش نعمل فيديوهات اخرى نحاول نعملها نهار الاربعاء، باش نعرف كل مره نعطي نبذه على كل ملحد او لا ديني او متنور او انساني فكره عليه، باش نتوما توزعوا اكثر شيء ممكن. ما تقوليش ما عندي ما نعمل، تنجم ماكش معروف باسم مستعار باللي تحب انت وتوزع. وزع اكسح كسوح كامل، ما تخليوش مجال، ضيع ساعة من وقتك ووزع لكي المعلومة توصل، ولكي نجبر وسائل الإعلام اللي تحبنا نقعدوا في الجهل والتخلف أنها تعترف بينا، وأن نخرجوا هذه الأمة من هذه الغمة. نظن الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم وبسلامة.